إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه الأمسية التي أعدها ويقدمها الزميل أحمد نجم. نعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حيث يجمعنا لقاء الإيمان في مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، وصلى وسلم على جده المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، مهما طالت الدنيا بالإنسان هو راحل عنها، رضي الإنسان أم أبى. فما أجمل أيها الإخوة أن نستعد للرحيل من هذه الدنيا، أن نستعد بتجديد الإيمان والإخلاص لربنا تبارك وتعالى، وأن نبرهن على صدق حبنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحسن الطاعة له صلى الله عليه وسلم. لأنه في يوم القيامة أيها الإخوة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله تعالى بقلب سليم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هذه هي الإجابة من رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فما بالنا نحن في هذا اليوم؟ أيها الإخوة، المتحدث معنا في هذه الليلة الدكتور وليد الفقي، إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين في القاهرة، المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف. نبدأ دائما بالقرآن الكريم بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ هاني الحسيني. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك
قال الله إن
وارزقنا وأنت خير الرازقين، وارزقنا وأنت خير الرازقين، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين اتخذوني وأمي إلهين اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته قد علمت
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وكنت عليهم شهيدا فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك.
ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة المائدة وسورة الضحى، تلاها علينا القارئ الشيخ هاني الحسيني في أولى فقرات هذه الأمسية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه في مدينة القاهرة. وفي التلاوة أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى قول العلي القدير، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. نعم أيها الإخوة المؤمنون، المؤمن الصادق في إيمانه، المؤمن الصادق في عمله، المؤمن الصادق في معاملاته مع إخوانه، هذا المؤمن إن شاء الله تعالى في نجاة كريمة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله تعالى بقلب سليم. لماذا؟ لأنه عاش طيلة حياته في رحاب سماحة الإسلام. فماذا عن سماحة الإسلام؟ إليكم هذه الكلمة من الدكتور وليد الفقي إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه في مدينة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الأرباب ومسبب الأسباب، مجري السحاب وهازم الأحزاب، وخالق الخلق كلهم من تراب. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال ذاته وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. ونشهد أن سيدنا وسيد الخلق أجمعين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجسدت السماحة في قوله وفعله، حتى أثنى عليه ربه فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه والتابعين له إلى يوم الدين. أما بعد، فالإسلام دين سمح، وبعث النبي بالحنيفية السمحة. كان الإسلام سمحا في تشريعه وسمحا في العبادات
وسمحا في المعاملات، سمحا مع المسلمين وسمحا مع غير المسلمين، لأن الله عندما أرسل رسوله قال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للعالمين. وقال جل ذكره تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالإسلام رسالة عالمية أرسل بها النبي إلى الإنس والجن عامة. أما عن سماحة الإسلام في التشريع، فروى الإمام مسلم في صحيحه أنه لما أنزل الله تعالى قوله: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجسوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، أمرنا بما نطيق من الصلاة والزكاة والصيام، وقد أنزلت عليك آية لا نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قرأوها زلت بها ألسنتهم، رضوا بالحكم على صعوبته، والحكم أن الله سيحاسبهم بظاهر الأمر وبباطنه، سيحاسبهم بما في صدورهم، ومن توت عليه صدورهم سيحاسبهم بالنوايا. ومع ذلك قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنسخ الله تعالى الحكم الذي اشتد عليهم وامتدح صنيعهم وجعلهم أمة سمعنا وأطعنا. فقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم نسخ الحكم بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سمح في التشريع. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ما دام الأمر حبيس الصدر لا يحاسب الله عليه إلا إذا ترجم إلى قول أو عمل. أما عن السماحة في العبادة، أول الفرائض بعد شهادة التوحيد هي الصلاة. سماحة الإسلام تتجلى في شروط الصلاة وفي أركان الصلاة وفي القراءة في الصلاة. في الشروط جعل الله الطهارة شرطا في صحتها. إذا عدم الإنسان الماء فلم تجدوا فتيمموا صعيدا طيبا. يتيمم عند فقد الماء، مما جاء في مشكل الآثار أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أمره النبي على سرية وكان الجو شديد البرد، فقام لصلاة الفجر فوجد نفسه جنبا، أراد أن يغتسل فخاف على نفسه من الهلاك فتيمم وصلى بالناس إماما. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قص له ما كان، فقال له المعصوم: صليت بالناس جنبا يا عمرو؟ قال: لو اغتسلت يا رسول الله لهلكت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وسكوت النبي إقرار، أي موافقة على فعل عمرو رضي الله عنه، مع أنه لم يكن به مرض
ولم يعدم الماء، ولكن خاف على نفسه الهلاك، فمن سماحة الإسلام أن أقره على فعله. ولما كان أحدهم به جراحة وأصابته جنابة، فسأل من معه: هل تعلمون لي من رخصة في التيمم؟ قالوا: لا نعلم لك رخصة في التيمم. فاغتسل فمات. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وسمحا في أركان الصلاة، انظر إليه صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة الصلاة فيقول: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، حتى لا يكون لمهمل أو لتارك لصلاته على الله حجة يوم القيامة. وسمحا في القراءة مما جاء في صحيح الإمام البخاري أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم إماما، فدخل معه في الصلاة رجل له نواضح إبل يسقي بها الماء، فقرأ معاذ بالبقرة، فتجوز الرجل في صلاته وانصرف، فقال معاذ: إنه منافق. فلما بلغه قول معاذ اشتكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء معاذ قال له النبي: أفتان أنت يا معاذ؟ ثلاثا، اقرأ سبح اسم ربك الأعلى، اقرأ والشمس وضحاها، اقرأ والليل إذا يغشى، فإن وراءك الضعيف والمريض وذا الحاجة. إنها سماحة الإسلام حتى في عبادة الله رب العالمين. إنها سماحة الدين الذي يراعي أحوال الناس وظروفهم في كل وقت وفي كل زمان. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ونحن في هذه الرحاب الطاهرة، نسأله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن يرفع أقدارنا وأن يستر عيوبنا وأن يحفظ مصرنا وأن يجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. شكر الله تعالى لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سمعنا إلى هذه الكلمة من الدكتور وليد الفقي، إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه في مدينة القاهرة، ضمن فقرات هذه الأمسية التي ننقلها لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نستمع إلى هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف. صلى الإله على الحبيب بفضله، صلى الإله على الحبيب بفضله وحبابه
يا أيها الراجون منه شفاعة يا بصير
نافذ الأمر واحد قاهر سميع بصير نافذ الأمر نافذ الأمر دائم الإحسان يعلم السر في الصدور وأخفى يعلم السر في الصدور وأخفى وإليه سيحشر الثقلان كل من في السماوات لله عبد كل من في السماوات لله عبد وإلى الله مرجع الإنسان كل من في السماوات لله عبد وإلى الله مرجع كل من في السماوات لله عبد وإلى الله مرجع الإنسان إن يوما تطوى السماء السماوات في كل حي إلا المهيمن فاني سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه الابتهالات، قدمها المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف ختاما لفقرات هذه الأمسية التي شرفنا بنقلها عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه في مدينة القاهرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أيها الإخوة، على أمل اللقاء في أمسية قادمة إن شاء الله، أحييكم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.